نرجع إلى بحثنا الآخر، وهو أنه أساسا هاي مسألة النبوة الإنبائية. أعزائي، اللي قلنا النبوة الإنبائية المقام العلمي لذلك الأصل المعنوي. يعني إذا أردنا أن نسأل ما هي النبوة الإنبائية، هي اللازم ذلك المقام المعنوي الذي عبرنا عنه ماذا؟ شنو؟ بالولاية. فإذا ما هو الفارق بين الولاية وبين العلم؟ الولاية هو المقام المعنوي، العلم ماذا؟ هي النبوة الإنبائية. ما أدري واضح صار؟ سؤال، هل قابلة للزيادة أو ليست قابلة للزيادة؟ يعني أمير المؤمنين حصل هذا المقام، الإمام الصادق حصل هذا المقام، ثم انتقل إلى النبوة الإنبائية وصار مبلغا في الناس، هل يزداد بعد ذلك؟ لو توقف هنا ما أدري واضح ولا. نحن قلنا في السفر الثاني متناهي أو غير متناهي؟ غير متناهي. فلهذا قد يؤمر بمأمورية ولكنه هو يبقى على الارتباط شنو؟ بمقامه ليزداد. هذا البحث نحن عرضنا له في كتاب علم الإمام تحت عنوان، أعزائي، تحت عنوان اللي مع الأسف لم يبحث هذا في كلماتهم، في ازدياد علم أهل البيت عليهم السلام، أنهم يزدادون. وهم يقولون بأنه لو لم نزدد لنفد ما عندنا، لابد أن يأتيهم المدد. هسه ليليا، كل ليلة جمعة، كل مناسبة، ذاك بحث آخر تفصيلا احنا وقفنا عنده هنا. أعزائي، السؤال الأساسي، التفتوا جيدا، أن هذا المقام، مقام الولاية وما يلزمه من مقام العلم، أغلق أو مفتوح إلى قيام الساعة؟ ما أدري واضح ولا. يعني لي ولك هذا الطريق سالك أو غير سالك عزيزي. إذا قلنا كالنبوة التشريعية فقط شنو؟ ختمت، تاتق بعد. أنت بتعبير ابن عربي مولانا، كالذي يضرب على الحديد البارد مولانا، يؤثر أو لا يؤثر؟ لا، لأن أغلقت، أغلقت. طبعا هذه همات أغلقت يرد لها بحثها، هذا الآن أقول لها بعنوان الفتوى، أقول لكم يا إن شاء الله في الوقت المناسب نشوف أغلقت لو ما أغلقت مولانا. عمي كونوا على ثقة لم تغلق همات. لماذا؟ باعتباري أنه الآن كل فقهاء عصر الغيب بدأ يشرعون، وما يشرعون مولانا، الفتاوى اللي يقولوها كلها بأدلة مولانا، أبدا مولانا، هو يقول هذا واجب مولانا. تقول له بابا شنو؟ يقول مشهور العلماء، اجماعات العلماء، المسلمات كذا. قل له رسول الله وين قايل؟ يقول ماكو. تقول له وين في القرآن؟ يقول ماكو. اذا ده يشرع له ما ده، ولكنه تشريعه لا ينسبه الى نفسه، وين ينسبه؟ ها؟ وين ينسبه؟ ينسبه الى الله، ينسبه الى رسول الله، ينسبه الى الائمة. بيني وبين الله الامام الثاني عشر غائب، وما يقدر يدافع عن نفسه من احد، يقول بابا هذا التشريع من عنده مو من عندي. المهم هذا باب التشريع، اغلقوا الان الى وقت اخر، بس الان كاصل موضوعي ان باب التشريع شنو؟ ها؟ مغلق. مع انه جمله من علماء الاماميه يعتقدون بان الائمه يشرعون او لا يشرعون. ها؟ يقولون نعم مشرعون، واحنا مفصلا مولانا بحثناه في علم الامام انهم يشرعون. أن رسول الله أنزل، الله أنزل الصلاة ركعتين، رسول الله سوالها. خويابا رسول الله مشرع، الأئمة شلون؟ يشرعون ولا؟ بلي بلي بلي، فوض إلينا ما فوض إليه. هسا أتركونا، قلت لك هذا الباب فد باب واسع الآن ما ندخل فيه، نفترض كأصلا موضوعي الآن مقام الولاية، يعني ذلك القرب المعنوي، ومقام العلم الذي هي النبوة إنبائية، أغلق أم مفتوح؟ ذكرنا عبارات، ومن العبارات اللي يريدون يراجعون البحث مفصل، الفتوحات المكية المجلد الثالث أعزائي
صفحة 115 أعزائي، صفحة 115. من أين تعطى الأنبياء؟ الجواب: الأنبياء على نوعين، أنبياء تشريع وأنبياء لا تشريع لهم. خلص، عنوان واضح بعد. اللي من هم هؤلاء؟ هؤلاء ورثة ماذا؟ ورثة صاحب الشريعة. من هم هؤلاء؟ أنبياء لا تشريع لهم، في النتيجة يحتاج إلى شريعة ولا يحتاج؟ يقول لأنه هو تابع لصاحب الشريعة. هذا مورد أعزائي، المجلد الثالث صفحة 115 الباب الثالث والسبعون. وهكذا أعزائي في نفس المجلد الثالث صفحة 388 الباب التاسع والخمسون ومئة، يقول: إن الرسول لسان الحق للبشر بالأمر والنهي والإعلام والعبر. هذا مقام الرسالة، مقام الإبلاغ. هم أذكياء ألا تراهم إلى آخره. ثم يقول: الرسالة نعت، هذا معناه، إلى أن يأتي ويقول: ولكن ما هي الرسالة التي انقطعت؟ والرسالة التي انقطعت هي تنزل الحكم الفلان، فذلك الباب هو الذي سد. أما والرسالة والنبوة، أما الإلقاء بغير التشريع فليس بمحجور. هذا مو مغلق عزيز، هذا مفتوح. بأي دليل؟ بس هذا الدليل أنت تقبل من هؤلاء ما تقبل من هؤلاء، الأمر إليك. يقول: من أسماء الله شنو؟ شنو؟ الولي. ومن أسماء الله ماذا؟ العالم. فإذا كان هذان اسمان لله فلا بد في كل زمان يوجد لهما ماذا؟ ها؟ مظهر مولان. إذن مقام الولاية ومقام النبوة الإنبائية موجودة لمستمرة. أما الله ما يسمي نفسه رسول مولانا، فإذا مقام الرسالة شنو مولانا؟ منقطع. تعالوا معنا إلى الفصوص، شرح فصوص الحكم للقيصري. يقول: فإن صفحة 351، فإن الرسالة والنبوة، أعني نبوة التشريع ورسالته، تنقطعان، والولاية لا تنقطع أبدا. وبينا ما هو مصطلح المراد من ماذا، يعني هذا المقام العالي. وذلك لأن الرسالة والنبوة من الصفات الكونية الزمانية، فتنقطع بانقطاع زمان النبوة والرسالة. والولاية صفة إلهية، لذلك سمى نفسه ماذا؟ الولي الحميد. وقال: الله ولي الذين آمنوا. فهي غير منقطعة أزلا وأبدا. ومن أمعن النظر وفي قوله أعني نبوة التشريع، هو أن النبوة والرسالة تنقسم إلى قسم يتعلق بالتشريع وقسم يتعلق ماذا؟ شنو؟ بالإنباء عن الحقائق الإلهية. وهذا الذي نحن نعتقده في أئمة. ألا تعتقد بأنه كل معارف الغيب هم يبينوها لنا؟ ولكن التشريع تابعون لمن؟ ها؟ تابعون لجدهم، شريعة جدهم، لا يخرجون عنه، لا يخرجون عنه. هذا الباب أغلق بعد الأئمة ومفتوح، بل في زمن الأئمة أغلق أو مفتوح. يعني سلمان منهم، من الأولياء وليس من الأولياء. عمار منهم وليس منهم. أبو ذر منهم وليس منهم، على اختلاف درجاتهم. وهؤلاء أيضا كذلك. وانظروا إلى النصوص الواردة في حق هؤلاء، وهؤلاء ليسوا أئمة ولا معصومين، ولكن بلغوا من المقامات ما بلغوا من الدرجات الإيمانية. مولان، لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان شنو مولانا؟ لكفره، لقتله. هاي العبارات المشهورة، وهو عبارات دقيقة بغض النظر أنها رواية أو غير رواية. مولانا عبارة دقيقة، لأنه يعلم ما لا يعلمه ماذا؟ أبو ذر. مولانا
ويحتمل ما لا يحتمله من؟ ها؟ أبو ذر مولانا. ومن يحتمل ما يحتمل ذريح المحاربي؟ جاء سأل للإمام قال له أنت أعطيت ذريح هكذا ينقل عنه؟ قال بلي أنا قايل هذا. قال يا ابن الرسول ليش ما قايل؟ قال ومن يحتمل ما يحتمل ذريح؟ كل واحد ما يحتمل هاي العلوم اللي احنا عندنا، ما ادري واضح صار. ولهذا الروايات وردت انه لهم من المقام ما لا يسعهم لا ملك، مو الا لا ملك مقرب ولا اذا صحت الرواية، اذا صحت الرواية. قال من يحتمل؟ قال نحن، هذا مالاتنا مولانا، هذا مقامنا. ولهذا لا نستطيع ان نبين، اذا بيناه للناس ماذا يقولون عنا؟ ها يقول كفار، هذا يقول مشركين، هذا يقول هم يدعون الألوهية. ألا يتهم الآن علماء الشيعة وأئمة الشيعة بأنهم يدعون النبوة والألوهية؟ ما أدري واضح صار أعزائي. وأنا من أولئك الذين أعتقد بانفتاحه على أوسع الأبواب مولانا. طبعا أرجع وأقول، تقول سيدنا قولك حجة، أقول لا مو قول حجة، قول أي عالم لعله يأخذ الإنسان من تلك العوالم فيطوي مسافات 100 سنة بماذا؟ ها بليلة معراج واحدة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، تبقى نكتة أصلية أخيرة حتى ننهي هذا البحث أعزائي وندخل إن شاء الله غدا إلى البحث اللاحق، وهو أنه هناك أصل أشرنا إليه مرارا وتكرارا، وهو أننا لابد أن نميز بين التوصيف وبين التسمية. نحن الآن قلنا أن مقام النبوة الإنبائية غير منقطع، هل يحق لنا لأحد نسميه نبي بعد رسول الله أو لا يحق لنا نسميه مو نوصف مقامه؟ ياهو من هنا أعزائي، حتى يبقى هذا المقام مقدسا ومحفوظا التسمية ما هي؟ ممنوع. لا يحق لأحد أن يقول لإمام أو لغير إمام أنه شنو؟ نبي. ولهذا منعوا، قالوا لا تسمون أنبياء. مثال قرآني، القرآن يصف عيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذنه. أنا أقدر أتكلم ويا عيسى أقول يا خالق، مع أن أقول الله يا خالق أو لا يحق لي. لماذا لا يحق؟ لأنه هذه تسمية. القرآن ذكر التوصيف ولم يذكر شنو؟ التسمية. أنت مو من حقك، لأن هذا لفظ الخالق بقدسية خاصة مرتبطة بمن؟ بالله. إبراهيم أيضا خذ من الطير 4 من الطير. والعكس صحيح، الله يصف نفسه بأوصاف ولكن لا يحق لك أن تسميه بها. الله يقول أفرأيتم ما أنتم تزرعونه أم نحن؟ فأنت توقف أمامه تقول له يا زارع، تقول له ما تقول؟ ليش؟ مع أنه هو وصف نفسه بأنه شنو؟ ها؟ بل بتعبيرنا أمر من هذا، إن الله لا يستحي أن يضرب، فوصف نفسه أنه يستحي لو ما يستحي، فأنت تقدر تسمي ما تستحي لو ما تقدر. هذا النص القرآني هذا بعد. إذن من هنا أعزائي ابحثوا هذا الأصل، احفظوه. السيد بيني وبين الله فتح الباب على مصراعي، خلي نسمي أئمتنا شنو؟ أنبياء. لا 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 لا، هذا الباب شنو؟ مغلق. كما هم قالوا، لماذا؟ لأنه هذا اللفظ لابد شنو؟ تبقى قدسيته الخاصة، لا يذهب إلى غيره. العلم بالغيب، روايات كثيرة وردت عندنا بأنهم نفوا عن أنفسهم ماذا؟ ومن لم يلتفت تصور أنه دينفون الصفة، هم دينفون ماذا؟
الاسم. لا تقول لنا يا عالم الغيب، لأن هذا اللفظ مختص بمن؟ أو لفظ أوضح بعد، أمير المؤمنين. قال هذا لفظ اختص به منه جدي أمير المؤمنين، يعني الإمام الصادق مو أمير المؤمنين توصيفا، هو ماذا؟ أمير الحجة مو أمير المؤمنين؟ نعم وصفا هو أمير المؤمنين، ولكن تسمية لا، لإعطاء هذه الخصوصية لإمام الأئمة علي بن أبي طالب. ما أدري أقدر أوصل المطلب. وهذا أصل مشى عليه هؤلاء الأعلام، ومنهم صاحب القبسات الداماد مولانا الأمير داماد، عرفت شون؟ يقول وأسماء الله في صفحة 479، وأسماء الله على ثلاثة أضرب، فمنها ما يطلق عليه تعالى توصيفا وتسمية كالعليم والقدير، ومنها ما يجوز إطلاقه تسمية يا باقي يا دائم، ولا لا توصيفا المشتق لكون ما هناك، ومنها ما يطلق توصيفا لا شنو تسمية. هذا طبقوه على مقام شنو، مع أن هذا المقام مقام النبوة ما هو موجود، ولكن لا يحق لك أن تسمي غير الأنبياء بأنهم ماذا؟ ها؟ الأنبياء التشريعيين تسميهم ماذا؟ وتقول ها مقصودي لا النبوة الإنبائية، لا 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 هذا لا يحق لك. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء. وهذا المطلب أيضا أشار إليه ملا صدر مولانا في أسفاره المجلد الثاني صفحة 334، والأعزة إن شاء الله يقول وأما إطلاقه توصيفا ففيه خلاف لأجل كذا وكذا إلى آخره. فتحصل إلى هنا أعزائي بحمد الله تعالى أن مقام الولاية والنبوة، مقام توصيف مو تسمية، مقام الولاية والنبوة الإنبائية مفتوح إلى قيام الساعة.